بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح سماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 28. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك وفي درس مبارك من دروس كتاب آداب المشي إلى الصلاة. نضيف هذا اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بسماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. بقي أسئلة للإخوة والأخوات عن الدرس السابق. أحد الإخوة يسأل فضيلة الشيخ عن العذر للمتخلف عن الجمعة، ما أبرز هذه الأعذار؟ مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. المتخلف عن الجمعة، أولا الذي لا يسمع النداء، مجرد يعني بدون مكبر صوت، لا يسمع النداء بدون مكبر صوت، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. دل على أن الذي لا يسمع النداء لوعده فإنه لا تجب عليه الجمعة، كذلك لا تجب عليه صلاة الجماعة، وكذلك المريض الذي لا يستطيع حضور الجمعة، وكذلك المرابط على ثغر من الثغور أو على عمل من أعمال الأمن يحتاج إلى بقائه، هذا لا يجب عليه حضور صلاة الجمعة، يسقط عنه حضور صلاة الجمعة. نعم. إذا دخل الرجل المسجد ووجد الصف قد اكتمل، هل يقف خلف الصف وحده؟ لا، ينتظر حتى يأتي من يصف معه، فإن لم يأتي أحد يدخل عن يمين الإمام أو يحاول أن يوجد له فرجة في الصف. نعم. بالنسبة للمرأة يا شيخ، هل يجوز لها أن تصف بجانب زوجها إذا لم يكن معهم أحد بالبيت؟ تتأخر عنه، تصف معه لكن تتأخر عنه. نعم. ما حكم الصلاة بين السواري؟ يكره، إذا قطعنا الصفوف يكره الوقوف بين السواري. نعم. حديث شيخ: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. نعم، هذا فيه دليل على مشروعية صلاة النافلة قبل المغرب إذا كان في الوقت متسع. نعم. المستلقي يا شيخ إذا كان مريضا كيف يصلي؟ صلي ورجلاه إلى القبلة. نعم. الذي يشير بأصبعه حال المرض يا شيخ، ما صحة ذلك؟ لا أصل لهذا، لا يشير، إنما يشير برأسه. بعض العلماء يقول: فإن لم يستطع برأسه ففي طرفه، ولكن يقول شيخ الإسلام: هذا لا أصل له. نعم. هذا مريض يا شيخ، كان يصلي الصلوات جمعا وقصرا وهو مقيم، ظنا منه أن القصر ملازم للجمع، هل يعتد بتلك الصلوات؟ لا، لا يعتد بتلك الصلوات، لا بد من إعادتها، لأن المقيم لا يجوز له القصر، لا سيما في بلده. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز للمحدث مس المصحف. لا يجوز للمحدث مس المصحف مباشرة إلا بعد أن يتوضأ، بقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، يعني الملائكة. هذا فيه إشارة ودلالة على أن الآدميين كذلك. وفي الحديث الصحيح: لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم. وله حمله بعلاقة أو في خرج فيه متاع.
لا بأس بحمل المصحف للمحدث من وراء حائل، إذا كان بكيس يحمله بعلاقة كيس، أو كان في متاعه يحمله مع متاعه فلا بأس. نعم. وكذلك في كمه، وكذلك له حمله في كمه بأن يجعله في داخل كمه ويحمله، لأن يعني هذا مثل الكيس. نعم. وله تصفحه بعود ونحوه، له أن يتصفح القرآن بعود ونحوه من الواسطة التي يديرها على الآيات والحروف أثناء القراءة، لا بأس بذلك، لأنه لم يمس القرآن وإنما مسه بواسطة. نعم. وله مس تفسير وكتب فيه قرآن. نعم. أما الكتب من كتب التفسير فله أن يمسها وأن يحملها، لأنها ليست مصحفا وإنما هي كتب تفسير. نعم. ويجوز للمحدث كتابته من غير مس. يجوز للمحدث كتابة القرآن بالقلم ونحوه من غير أن يمس المكتوب بيده. نعم. وأخذ الأجرة على نسخه. يجوز أخذ الأجرة على نسخ القرآن، على نسخ المصحف، لأن هذا فيه إعانة على نشر القرآن، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. نعم. ويجوز كسيه الحرير. يجوز كسي القرآن الحرير بأن يجعل له كيسا أو غلافا من الحرير، لأنه إنما حرم الحرير لبسه على ذكور هذه الأمة. نعم. ولا يجوز استدباره أو مد الرجل إليه. لا يجوز استدبار المصحف بأن يكون المصحف خلف ظهره أو يمد رجله إليه، لأن هذا فيه إهانة للقرآن. نعم. ونحو ذلك مما فيه ترك تعظيمه. وكل ما فيه ترك لتعظيم القرآن فإنه لا يجوز. نعم. ويكره تحليته بذهب أو فضة. نعم، لأن هذا من الإسراف، لأن هذا من الإسراف، فلا يجوز تحليته بذهب أو فضة. أما تحليته بماء الذهب أو ماء الفضة فلا بأس بذلك، وهذا موجود في المصاحف الآن، تحلى غلافاتها بماء الذهب. نعم. وكتابة الأعشار وأسماء السور. يكرهون كتابة الأعشار في داخل المصحف، إنما تكون على الهامش، أما داخل المصحف فلا تكتب الأعشار، هذا من باب الكراهة لا من باب التحريم. والآن موجود مثلا هذا داخل المصحف، كتابة العشر، اسم الجزء، اسم السورة. نعم. وكذلك عدد الآيات وغير ذلك ممن لم يكن في عهد الصحابة. أي نعم، لأن هذا العمل لم يكن في عهد الصحابة، يعني ترقيم الآيات وأسماء الأعشار والأجزاء، هذا من باب كراهة التنزيه. نعم. ويحرم أن يكتب القرآن أو شيء فيه ذكر الله بغير طاهر. نعم، يكره كتابة القرآن بمادة غير طاهرة كالدم ونحوه تعظيما للقرآن. نعم. فإن كتب به أو عليه وجب غسله. إن كتب عليه بمداد غير طاهر وجب غسله تعظيما للقرآن وصيانة له. نعم. وإن بلي المصحف أو اندرس دفن، لأن عثمان رضي الله عنه دفن المصاحف بين القبر والمنبر. نعم، فمندرس من المصاحف يدفن في مكان طاهر أو يحرق،
ولا يمتهن، لأن عثمان رضي الله عنه لما جمع القرآن بمصحف واحد حرق بقية المصاحف التي مع الصحابة خشية من التنازع في هذا. نعم. وتستحب النوافل المطلقة في جميع الأوقات إلا في أوقات النهي. النوافل من الصلوات تستحب في سائر الأوقات إلا في أوقات النهي التي نهي عن الصلاة فيها، كالصلاة عند قيام الشمس حتى تزول، والصلاة بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس، والصلاة بعد العصر، هذه أوقات نهي، لا يجوز صلاة النافلة، صلاة النافلة فيها. نعم. وصلاة الليل مرغب فيها. صلاة الليل وهي التهجد مرغب فيها في كل وقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل في رمضان وفي غيره، وكان الصحابة يقومون من الليل، والسلف الصالح. نعم. وهي أفضل من صلاة النهار. صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، لأنها وقت النشاط، الليل وقت النشاط للصلاة، ولأنه أخفى للعمل. نعم. وبعد النوم أفضل. نعم، يستحب أن ينام أول الليل ثم يقوم ويصلي، لقوله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وناشئة الليل هي القيام لصلاة الليل بعد النوم، فينام أول الليل ثم يقوم من آخره. نعم. لأن الناشئة لا تكون إلا بعده. لأن الناشئة لا تكون إلا بعد النوم. الناشئة من نشأ إذا قام، لا تكون إلا بعد نوم من أول الليل. نعم. فإذا استيقظ ذكر الله تعالى وقال ما ورد. إذا استيقظ من النوم ليقوم للصلاة، فإنه بعدما يستيقظ مباشرة يذكر الله ويقول: الحمد لله الذي رد علي روحي وأحياني بعدما أماتني وإليه النشور. نعم. ومن الوارد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يقول: اللهم اغفر لي، أو دعا استحب له. نعم، هذا بعد قيامه من النوم يقول هذا الدعاء، وإن زاد عليه فإنه يستحب له ذلك. نعم. فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. إذا استيقظ من الليل وذكر الله فله أجر عظيم في ذلك، وإذا أتبعه بالوضوء وصلاة ما تيسر من الليل ذلك أفضل وزيادة خير. نعم. شكر الله لكم الشيخ صالح، نكتفي بهذا القدر من هذا الدرس، ويتجدد اللقاء إن شاء الله في الدرس القادم من كتاب آداب المشي إلى الصلاة. شكرا لفريق العمل الذين قاموا بتسجيل هذه الدروس الطيبة المباركة، وأشكر المتابعين من الإخوة والأخوات، وأرجو أن يبعثوا بأسئلتهم واستفساراتهم عن هذه الدروس وما يتعلق فيها. يتجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.